قال بيقولك الضحك في المنام زعل، لا فرحة، والعياد فرج، لا هم، وقع سنان موت، لا مرض، خلفة الولد بشارة، لا دي خناقة، وخلفة البنات رزق، لا ده حمل تقيل قوي، والفلوس الورق، الفلوس الورق رزق كتير، لا مش حلوة، دي الفضة هي اللي خير كتير، والذهب مشاكل، والكلب صديق، لا عدو، والقطة حرامي، لا 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 عصامي. طب نصدق مين ونكذب مين ونفتي ليه من أصله طالما موجود أهل علم تفسير الأحلام؟ يا جماعة يا جماعة، الرؤية لا تقص إلا على حبيب أو لبيب، علشان الحبيب لو فهم إن الرؤية وحشة هيقول لك خير ومش هيفسرها لك في وشك، واللبيب فكل لبيب بالإشارة يفهمه، هو ده اللي بيفهم في التفسير بجد، ولو الرؤية وحشة هيوصلها لك بذكاء من غير ما يزعلك. واحنا معانا حكايه للفتي في الاحلام بتحصل معانا كلنا في كل بيت مصري، تعالوا بينا نشوف.